شكرا. تفضل حضرتك. شكرا. ما قلتي لي ليش انا؟ قدرك هو اللي خلاني فوت على السينما واحضر فيلمك. ساعتها تاكدت انه ما حدا غيرك ممكن يكون بطل حكايتي. حكايتي؟ اللي كتبتها. جمانة، إذا بدي أطلب منك تختصري لي الفيلم بجملة أو بكلمة، شو بتقولي لي؟ اللحظة، اللحظة اللي من بعدها بتتغير كل حياتنا، ما في شي بيرجع مثل قبل. أنا امبارح بالليل مرقت بهي اللحظة، ما بعرف ليش عم بحكي لك، بس أحيانا الإنسان. أستاذ أسامة؟ أنا معجبة جدا بحضرتك، اتفرجت على فيلمك أكثر من 3 مرات. الله يخليكي، شكرا. ممكن آخذ مع حضرتك صورة؟ طبعا. عفوا. ميرسي أوي، شكرا. شكرا شكرا. فرصة سعيدة. تشرفنا، شكرا. أنا آسف بس بليز. الو الو، ما تقول اني هربت، انا ما بعمل مثلك. بدي احجز على اول طياره وانزل على بيروت. اعملي اللي بتشوفيه مناسب. معلش انا اسف. واضح انك اليوم تعبان كثير، بفضل انك تروح ترتاح وبس تقرا تحكيني. بدي احكي انا وياك شوي. شو بك؟ ولا شيء، ما بعرف في شيء عم بيصير، في شيء عم يتغير، بس ما بعرف شو هو. مثل شو يعني؟ ما بعرف. هيدا المنتج. ردي. عارفه شو بده؟ بده ياني امضي عقد الفيلم. ليش ما بتمضي معه؟ مستحيل امضي قبل ما انت تمضي. هذا الإصرار اللي بعيونك شفته بعيون مرة تانية. شو صار فيها؟ ولا شيء. صار هذا الشيء اللي شايفتيه قدامك. وهي وين هلا؟ راحت. شو بدك تعمل هلا؟ في إلك على سر؟ ايه. أنا مالي ممثل. أنا الصدفة اللي خلتني كون هون. ونفس الصدفة اللي خلتني وقف معك هلا. ما بعرف إذا رح أستمر بهي المهنة أو لا، مشان هيك ما بعرف إذا رح كون معك. حتى لو قلت لك إنه هي القصة قصة حقيقية. كيف يعني قصة حقيقية؟ بدك تقتلي. خليه يتمنى اني اقتله. بدنا نحكي هون؟ بنحكي وين ما بدك، بس بلا ما نروح على اماكن عامه لانه صارت تخنقني. الناس مفكرتني نجم كبير وكله بده يتصور. خلينا نروح على مكان ما في حدا. شو رايك نروح نتعشى عندي بالبيت الليلي؟ هيك بنقعد نتعشى سوا ومنحكي على رواق.